تصبح. ويا ريت بعد هذه الغضبه الملكيه الحساب والعقاب. لا تنساش انني عندي الملف ديالك ديال 4 ديال المليار وملف ديال 16 المليار، وانت في مهنه المحاماه وانت كتعرف القانون شارب وما. فهاد الفيديو اخواني اخواتي واللي غتسمعوا كلام خطير عن وزير العدل وحكومه اخنوش، اذا كنا فعلا في واحد الدوله كتحترم نفسها يجب ان تتحرك المصادر من الجهات المختصه للتحقيق في هاد القرارات والخروقات والقوانين اللي سنها بطبيعه الحال وزير العدل. شنا مؤخرا شكايات كيديه ضد صحفيين بما فيهم صحفي طوجني وكذلك يعني حميد المهداوي. شنا ظرف في المقدسات الدينية ولا أخلاقية، لأن ما يقوله لا يجب السكوت عنه إخوان إخواتي. عبد اللطيف وهبي، خصك تجمع الباجاجات ديالك، هذه وحدة. وزوج، الملك في غضبة شديدة، نعم، مع الناس اللي كيتكلم معهم من المحيط الخاص دياله وأهل الثقة. فالمشروع ديالك الفاشل اللي جاي من حكومة فاشلة والتقلبات ديالك الطبيعية اللي في البسيكولوجي تدل على أنك إنسان محتاج لعلاجات، ماشي علاج واحد، علاجات. فين كاين ولدك في كندا؟ خصك تمشي تشوف شي أطباء المغاربة، ما يقدروش يعالجوك لأن أنت الشكل ديالك البشري ماشي 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 الشكل ديال المغربي. هادشي اللي غنقول لك هاد الصباح. ويا ريت بعد هاد الغضبة الملكية الحساب والعقاب. لا تنساش انني عندي الملف ديالك ديال 4 ديال المليار وملف ديال 16 المليار، وانت في مهنه المحاماه وانت كتعرف القانون شارب وما، ولكن نسيتي شنو درتي مع الخليجيين ومع اصحاب اراضي في المغرب واسرائيليين يهود اسرائيليين. نسيتي باللي هذا الملف مازال موجود وانك انت نفسك مازال انت عبد اللطيف وهبي، واشياء اخرى لن اذكرها استحي في المقاهي ومطاعم ديال الرباط، واشياء اخرى تدعو الى شدود والمثليه اللي انت مارستيها اللي انت مارستيها مارستها، وانت تعلم ذلك وابنتك شهدت بذلك. هادشي اللي نقول لك سي، وما تستحقش تسي عبد اللطيف وهبي. العلماء، الصحافه المغربيه، الجمعيات ديال حماية المال العام، القنوات العربية يعني الدول العربية والإسلامية حتى الإفريقية تقول اللهم من هذا منكر. وكتب كتب رئيس أو عميد المجمع الإفريقي للعلماء، الاسم ديالو هو صديق ديالي من 30 سنة، وهو عالم يعني خطب أمام في دروس الحسنية من عهد الحسن الثاني قدس الله تراه، بوبكر بوبكر فوفانا. هادو كلهم هاد الملفات كلهم جعلوا من صاحب الجلالة يضيق الصدر ديالو ويحشم جل قدره في بلاستك. فانتهى هاد الأمر، ومنك سنصعد إلى لاسونسور لاخور ديال المعلم الكبير ديال الفساد ديال المصانع. ما دارش المصانع، ما خدمش ولاد الناس، كذب في كل شيء. عزيز اخنوش، هذه هي البشرى ديالي لكم هذا الصباح ديال يوم الاحد. راها فيك خايده، دابا كاينه روينه خايده عليك انت، ومنك سنصعد الى اعلى. صباحكم مبارك سعيد. انتهى هذا العهد، انتهى. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السي وهبي عبد اللطيف، الاستاذ وهبي عبد اللطيف، المدافع المحامي، لا اذكر وزير العدل، لا، انا لا اتناقض. انا هاد نرد عليك، كتبتي لي جرائد في واتساب بذكاء الحاضق والترابي اللي ربتني فاطمه المنيسي، ما هاديش ننشرهم، ها هما مصورين عندي الكلام ديالك اللي انا مشغول، كنت مشغول وتفاجات كاتب لي جرائد. هاد نرضي على نقطه وحده او نقطه ونص، انا ما تعديتش عليك وما كنخلطش بينك وبين قلتي الساسه الاخرين السياسيين ولا سيما بن كيران.
هذاك انا جاوبته مرارا وجاوبته هذا الصباح. دخل الحساب ديالي اقرا او صيفط شي واحد يقرا راه كتدخل. ما تعديتش عليك لانك نتايا بكلمه واحده خلي داك الشيء اللي درتي كله المدونه الاسره والوطيلات والفساد واللواط وكل شيء والعراو الى اخره. نقطه واحده ان حتى القران المجيد القران الذي لا يمسه الا المطهرون الا عمره ما يتبدل ابدا كلام الله القديم، كلام الله القديم ما منعش منك القران ما منعش منك. وسيد البشر سيد الوجود وعالم الشهود حبيبي وحبيب الملايير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عين الرحمة الربانية والياقوت المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بموزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائطة بأمكنة المكان ما منعش منك. ولهذا الاعتذار ديالك مني لا يسوى شيء. الاعتذار منك لصاحب الجلالة أمام الأمة ولا خرج شوف خرج للرباط أو رجع لترودانت وقفت ما في السوق فهمتي راه هضروا معايا خمسة الناس تقريبا من عائلتك كتعرفهم نتوما صغارها هما حسن وغيره ما نقولش أقدم وما نقولش كلهم حشومة. هاد الاعتذار ديالك ما مقبولش من تعتذر من الملك هذاك شغلك واجب وتعتذر من الشعب ديالو بيناتكم تعتذر لله القرآن اللي ضربتي فيه أو لرسول الله. شفتي يا أخي شفتي يا أخي واش كتسكر في الليل ولا كدي حاجة أخرى. فاليوم إخواني إخواتي الدولة لا يجب أن تستباح بهذا الشكل بأن تغض الطرف عن واحد الوزير في حكومة صاحب الجلالة والمفروض أنها تحظى بثقة الملك وأيضا برضا الشعب. يجب أن تتوقف إخواني أخواتي هذه المهزلة فما يروج هذه الأيام إخواني أخواتي حول وزير العدو ورئيس الحكومة لن يضعف الحكومة فحسب بل أنه إخواني أخواتي يضعف حتى الدولة. فالوطن أهم من هذه الحكومة ويجب أن يتدخل صاحب الجلالة لإعادة الأمور إلى نصابها. المغرب إخواني أخواتي ليس لعبة تعبت بها أيادي ولا أحد يمكن أن يختبر الحلم ديال سيدنا الله ينصر الملك ديال البلاد إلى ما لا نهاية. فله الحق أو له من الحق المغاربة أن يعرفوا من يحكمهم فعلا. إخواني أخواتي فإلى حدود هذه الساعة نكتفي بهذا القدر. ففي انتظار ما هو جديد بخصوص القديم القضايا المغرب الحبيب فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم كذلك البرتاج أو اشتراك في هذه القناة المتواضعة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.